مميزات، ايه مميزات عمرو في الاوضه يا اكرم؟ مفيش فائد. مفيش. ها؟ في الاوضه، في الاوضه معاك، الاوضه انتوا الاثنين في اوضه واحده، لا قاعده يا في اوضه فندم، اللبس. دي اسرار اوضه مش انا ينفع بقول لك تطلع. مميزات وانا قلت لك طلع اسرار. ينفع تطلع لا اله الا الله. كابتن عمرو اقول؟ طب خلاص ماشي، قول اقول طلع ماشي الاسرار. طيب انا كابتن احمد كل شويه بهزر معاه، تمام، وما بيهزرش معايا، يفضل كل شويه ما تهزرش معايا، ما تهزرش معايا، بهزر معاه عادي والله يا كابتن عادي، يعني اللي هو عارف انت هزار. واحد بيحب عمرو السلايفه بهزر معاه. نعم. لسه في موقف امبارح كان حاصل، واحنا في الاوضه، عمر الداعي دخل ما دخلوش الاوضه، ما ليه؟ قال له اطلع بره. عمر الساعه بيبص لها يا كابتن، اللي هو يعني طب قول حاجه يا اكرم، تقول انا لو ولا قلت تقدر. حاجه هطلع معاك، خليني ساكت. وبعدين عمال يتريقوا عليا بقى، وعمر اللي هي ماسك عارف انت السكينه اللي هي البلاستيك دي، ايوه انا مش عارف. معلش يا كابتن عمرو انت قلت لي قول. عادي عادي، قول قول. تمام، ماسك السكينه اللي هي البلاستيك دي، وعمال يشرح في الواد عمر السياح. والله قلت له يا ابني امشي امشي. طب عمر الساعه بقى، لا انا عايز التذاكر بتاعتي، عايز التذاكر، خد تذاكرك وامشي. تمام. والله العظيم ثلاثة يعني، شويه شويه كان هيمسك. طب ليه عملت كده في عمر السعيد؟ ده جميل، واد اسماعيلاوي جميل وتابعك يعني. هو جميل بس يعني. هو بيحب ينكش فيا كل شويه عمر السعيد. فقلت له ما يعني المعسكر اللي قبليه جه الاوضه، فكان عايز شاحن وبتاع. قلت له يا ابني مش معايا شاحن. قال لي لا انت معاك اتنين. وانت كان معاك شواحن؟ كان معايا واحد بس. قلت له يا ابني التليفون التاني ما جبتوش، فما جبتش الشاحن. يعني طلعته بره. فالمعسكر ده والله يا كابتن، والله العظيم كان بيقول، ما بيقولوش بكلام يعني، بيقول له بالاشاره. بره بره كده كده بره. الواد يقول له طب انا عايز وصلة شاحن. يقول له اطلع بره. حتى يعني ما بيسمعوش. والله العظيم اتصل عليا، قلت له يا حبيبي امشي شوف اي شاحن بره، او شوف اي جايب لي تذاكر، انا ما اعرفش ان في تذاكر. تمام، جايب لي التذاكر، بيقول لي خد. انا جايبهم لك. عتابي اصلا هو مش جايبهم لي، هو جاي يقعد معانا. والسوليه قرب، هو عايز يجي يقعد معانا في الاوضه، فبيدور على اي حاجه. فقال لي انا جايب لاكرم تذاكر. واكرم اصلا ما يعرفش ان لينا تذاكر في الماتش. هو عايز يجي لك وخلاص. هو عايز يجي. قلت له خلاص انت جاي. لو القط بيحب خناق انت جاي لاكرم، فانا هقفل الباب واكرم يجي يفتح لك. ففضلنا واقفين على الباب شويه بقى. فعلا يا كابتن. ايوه، اخد اللي فيه النصيب. جاي لي بيقول لي انت عايز، هو انت عايز تذاكر؟ قلت له تذاكر، هو في تذاكر؟ قال لك عمر الساعي جايب لك التذاكر بره. ففتحت له، خش يا عمر. تمام. اول ما دخل انا جاي بقى ماسك الشماعه. يا كابتن عمرو السلايم ماسك الشماعه. انت دخلت ليه؟ اطلع بره. طب يا عم عايز اتكلم، اطلع بره. طب اقول لا ما تقولش، اطلع بره. طب يا عم اسمعه. ايوه لا اطلع بره خلاص، هو الكابتن، هو الليدر. مش هينفع نقول له حاجه. قلت له يا حبيبي انت عايز ايه؟ تذاكرك، خد تذاكرك وامشي. قال لي والله ما عدت جاي هنا تاني. وجالكوا تاني طبعا. ومشي. وجالكوا تاني طبعا.